إدارة الموارد البشرية هي إدارة مهمة جداً لازم تكون موجودة في أي أورجانيزيشن، ومبقاش ينفع إن في مؤسسة تبدأ شغلها من غير إدارة الموارد البشرية أو الهيومن ريسورسز مانجمنت. وعشان كده في الدبلومة بتاعتنا هنتكلم عن الفانكشنز المختلفة اللي ليها علاقة بالاتش ار مانجمنت، وأهمها الريكروتمنت اند سيلكشن، إزاي أعين الموظف يبقى موجود معايا في المؤسسة، البرفورمانس مانجمنت إزاي أقيس أدائه، والريورد مانجمنت إزاي أعمله إثابة أو المرتب بتاعه هيتحدد على أي أساس. عملية التوظيف أو الريكروتمنت اند سيلكشن هي عملية مهمة جدا، مفيش أي مؤسسة تقدر تستغنى عنها، لأن هي اللي بتقدر تأهل المرشحين للوظيفة إنه يبقى موظف معانا في المؤسسة. في كورس الريكروتمنت اند سيلكشن هنتكلم عن كل التفاصيل المختصه بعمليه التوظيف، وايه هي البروسيس اللي نمشي عليها عشان المرشح يبقى موظف عندنا في المؤسسه. استنونا في دبلومه الموارد البشريه. انا دينا غزالي وهكون معاكم فيها.